صحيت النهارده وقعدت افكر في فيديو جديد، ففتحت اشوف نتيجه التصويت اللي عملته لكم على اليوتيوب، ولقيت 80% منكم مختار طريقه رسم القمر. فتعالوا نشوف هنعمله ازاي. هتجيب برجل وترسم دايره متوسطه الحجم، وبقلم فحم او صابع سوفت بس الاسود هتبدا تحددها من بره. ممكن تحدد بالقلم عادي، بس انا فضلت استخدم السوفت بس عشان ما ياخدش وقت. هتلون حوالين الدايره شويه حلوين عشان تبان. بعدها هتسيح اللون الاسود بصبعك او بفرشه لو هتستخدم فحم. بعدها بحدد المناطق الغامقه بقلم تسيح بالشكل ده، وبودره فحم هبدا اغمق الاماكن ديت من عند الخطوط من ناحيه جوه فقط. بعدها بقلم فحم هحدد البقع الغامقه واضيف تفاصيل اكتر، وسيح بعد كده بقلم دمج، وبأستيكه فحم هبدا اعمل اضاءات بالشكل ده، وبأستيكه رفيع هبدا اعمل اضاءات الزاهيه اكتر شويه، وبقلم جل هعمل اللمعات في القمر كله على حدود المناطق الغامقه. وبس كده خلصنا. ما تنساش اللايك والفولو يا صديقي.